بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل نظرية الطلب والعرض ونظرية العرض. ترتكز نظرية العرض والطلب على 3 محاور أساسية: السوق، قوى العرض، قوى الطلب. أولا السوق. ما هو السوق؟ قديما مكان جغرافي معين يلتقي فيه البائعون والمشترون لتبادل السلع والخدمات. زمان كانوا كلهم يتجمعوا لسوق عقاب، يسافروا أيام وشهور. حديثا السوق إطار تلتقي فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل السلع والخدمات. إذا السوق هو العملية التي يتم من خلالها تحديد الأسعار والكميات المتبادلة من السلع والخدمات، أي أنه العملية تتأج تلاقي قوى العرض والطلب. السوق هو المكان الجغرافي أو الوسيلة أو مجموعة الظروف التي تؤدي إلى اتصال البائعين بالمشترين، ويتحدد فيها أسعار السلع والخدمات وعوامل الإنتاج. إذا أتغير المفهوم وأصبح مكان جغرافي، المكان الجغرافي هذا غير محدد، أو وسيلة أو مجموعة من الظروف التي تؤدي إلى اتصال البائعين بالمشترين، ويتحدد فيها أسعار السلع والخدمات وعوامل الإنتاج بواسطة قوى العرض والطلب. العوامل التي تحدد نطاق ونوع السوق. ما هي العوامل؟ هناك عدد من العوامل التي تحدد نطاق ونوع السوق: عدد البائعين أو المنتجين للسلعة أو الخدمة، عدد المشترين أو المستهلكين للسلعة أو الخدمة، درجة تجانس السلعة أو الخدمة المنتجة، طبيعة السلعة ونوعها، حجمها أو وزنها أو قابلية للتخزين، مدى تشابه واختلاف العادات والتقاليد، مدى الارتباط بين البائع والمشتري وسهولة الاتصال بينهما. العوائق المصطنعة التي تضعها الحكومات في وجه تدفق السلع والخدمات بين الدول. كلما زاد عدد البائعين والمنتجين للسلعة، كلما كانت السوق أكثر تنافسية، سوق منافسة تامة. وأيضا عدد المشترين، كلما كان عدد المشترين كبير أو المستهلكين للسلعة، كان السوق تنافسية أو تنافس كامل. درجة تجانس السلعة، كلما كانت السلع متجانسة في السوق، أدى ذلك إلى تكامل السوق. طبيعة السلعة، نوعها ونوعها، حجم السلعة، لا نستطيع مثلاً حجم الطائرات والسفن والأسلحة، يختلف صناعتها عن بقية الصناعات الأخرى. من السهل تخزين منتجات غذائية أو ملابس أو ما شابه ذلك، تخزينها في مخازن محددة، بينما من الصعب أن تخزن طائرات بس هون بواخر أو مشتقات نفطية إلا في أماكن مخصصة. مدى الارتباط بين البائع والمشتري، كلما كان الارتباط بينهما ضعيف كلما كانت السوق تنافسية، وكلما كان الاتصال بينهما قوي كلما كانت السوق احتكارية. العوائق المصطنعة التي تضعها الحكومات في وجه تدفق السلع والخدمات، اللي هي الرسوم الجمركية والحصاص والمنع منتجات معينة ما تدخلش نحن ننتجها وما شابه ذلك.
أنواع هياكل السوق أو أنواع أو هياكل السوق. أولا سوق المنافسة التامة، سوق المنافسة التامة، وهذه أهم الأسواق التي تحدث فيها تحديد الأسعار بواسطة قبول العرض والطلب، وهي تلك السوق التي تتوافر فيها أربع خصائص تميزها عن سائر أشكال الأسواق الأخرى أو شروط لابد من توافرها، إما خصائص أو شروط، والتي إن اختلف أحدها انتفى أن تكون السوق سوق منافسة تامة أو كاملة، يعني أصبحت سوق أخرى. واحد، كثرة عدد البائعين والمشترين، فلا بد من وجود عدد كبير من المنتجين البائعين للسلعة أو الخدمة، وعدد كبير من المشترين للسلعة أو الخدمة، مع ضآلة نصيب كل منهما. ليش يكونوا كثير؟ لماذا يكونوا كثير؟ ضروري أن يكونوا كثير المنتجين، وضروري يكون كثير من المستهلكين أو المشترين. حتى لا يستطيع أحد يؤثر على سلعة ما أو على السعر، لا يستطيع أن يؤثر على السلعة أو السعر، وهذا شرط من شروط المنافسة، شرط من شروط سوق المنافسة التام. وبذلك تعتبر المنشأة أو المنتج في حالة سوق المنافسة التامة متلقيا للسعر. إيش يعني متلقيا للسعر؟ السائد في السوق وليس صانعا، يعني مش هو اللي يقرر البضاعة حقه بكم أو السلعة حقه بكم، لا، قوى العرض والطلب هي اللي تحدد قيمة السلعة حقه، يعني أنه أصبح متلقي للسعر وليس صانعا له. تجانس السلعة تجانسا تاما، السلع هنا متشابهة ومتجانسة تماما، بحيث يمكن إحلال إحداها محل سلعة أخرى في إشباع نفس الحاجة لدى المستهلك. يعني بإمكانك أن تشتري إيش؟ دقيق تعمل منه خبز، وممكن إيش؟ تشتري رز تعمل منه وجبة، وممكن يعني في بدائل أخرى الخبز والروتي أو الشاهي والقهوة. التجانس التام بينهم يجعل انه المستهلك ممكن يصرف نظره عن سلعه معينه الى سلعه اخرى، لان السلع كلها متجانسه تؤدي نفس الغرض. حريه الدخول والخروج من السوق، ليس هناك قيود، ولذلك لعدم وجود اي حواجز او قيود اداريه كانت او قانونيه او اقتصاديه تمنع منشاه من الدخول إلى السوق، أو منشأة قائمة من الخروج، يعني منشأة كانت تنتج سلع معينة، ونفترض أنه كانت تنتج أحذية وخرجت من السوق، رجعت تنتج إيش؟ بطانية، رجعت تنتج ملابس، ما حدش يقدر يقول لا أنت كنت تنتج إيش؟ أحذية، تستمر بالأحذية واليوم. العلم التام بأحوال السوق، العلم التام بأحوال السوق، هذه إيش يعني العلم التام بأحوال السوق؟ بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، حيث يشترط توافر كامل البيانات والمعلومات لدى جميع البائعين والمشترين، ما فيش واحد عندهم نقص في المعلومات، لا، كلهم عندهم معلومات كاملة، سواء بالثمن السائد أو أي أمور أخرى تتعلق ببيع وشراء السلع في السوق. ويمتاز سوق المنافسة الكاملة عن غيره بكون سعر السوق هو السعر الذي يتقاطع في منحنى الطلب لسلعة ما لسلعة معينة مع منحنى العرض، يتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض، يعني
هذا يتحدد السعر ويتحدد الكمية في سوق هذا السوق من الكمية. عند أي نقطة من النقاط ويمتاز سوق المنافسة التامة عن غيره في كون سعر السوق هو السعر الذي يتقاطع فيه منحنى الطلب لسلعة معينة مع منحنى العرض لنفس السلعة ثانيا سوق الاحتكار. سوق الاحتكار هو حالة من حالات السوق تتميز بوجود بائع واحد كما تتميز بعدم وجود بديل لما يقوم به المحتكر أو المنتج بإنتاجه والذي يقوم بالاستحواذ والسيطرة على جميع مخرجات الصناعة أو مخرجات صناعة معينة دون سواها وذلك بالشروط التالية: شروط السوق سوق الاحتكار شروط سوق الاحتكار أو خصائص سوق الاحتكار أن يكون هناك منتج واحد للسلعة أو الخدمة منتج وحيد ما فيش غيره منتج واحد للسلعة أو الخدمة أن يقوم هذا المنتج ببيع سلعة ليس لها مثيل في السوق مثلا ما هي السلع الاحتكارية اللي ما بيش لها مثيل في السوق؟ منتجات مكرسوف مسيطرة على العالم وإن كان في منتجات أخرى لكنها لا ترقى للسيطرة اللي مسيطرة عليها نصيب السوق العالمي نصيبها من السوق العالمي. عدم إمكانية دخول منتجين آخرين للصناعة أو السوق. ما في حد سمعتم إنه ينافس مايكروسوفت؟ أنا ما سمعت إنه في واحد ينافسها. ربما يكون في المستقبل تنباع حاجة وتنافسها. وهنا يصبح المنتج المحتكر صانعا للسعر يتحكم في السعر ويكون شكل خط الإيراد المتوسط أو الثمن أو الطلب في حالة الاحتكار متجها من أعلى إلى أسفل وهو يمثل انخفاض الإيراد المتوسط أو الثمن بزيادة عدد الوحدات يعني كل ما أنتج وحدات أكثر كل ما إيش انخفض الإيراد المتوسط أو الثمن السلعة ما ينخفض كل ما زاد عدد الوحدات المنتجة. ويفرق البعض بين نوعين من الاحتكار: احتكار البيع واحتكار الشراء. فاحتكار البيع هو السوق الذي يتولى فيه منتج واحد بيع سلعة ليس لها مثيل في السوق. أما احتكار الشراء فيعني قيام مستهلك واحد بشراء سلعة ليس لها مثيل في السوق. وهناك نوع ثالث يعرف بالاحتكار المزدوج ويقصد به السوق الذي يقوم فيه منتج واحد ببيع سلعة لا مثيل لها في السوق لمشتر واحد أي يقف هنا محتكر البيع وجها لوجه أمام محتكر الشراء. ثالثا سوق المنافسة الاحتكارية خصائص هذا السوق فيما يلي: وجود عدد كبير من المشترين وقلة من المنتجين يعني عدد كبير من المشترين ولكن المنتجين ايش قليل. هذه اول خاصية من خصائص سوق المنافسة الاحتكارية تماثل السلعة مع شيء من التمييز بينها بمعنى عدم تماثل وحدات السلعة. ممكن يكون زيادة في العبوة ممكن يكون في الوزن أي كان. حرية الدخول والخروج من السوق في الأجل الطويل يعتمد
هذا النموذج في ترويج بضاعته على الإعلان، يعتمد على ترويج بضاعته على الإعلانات. رابعا، سوق احتكار القلة. سوق احتكار القلة وهي سوق يتولى فيها عدد محدد من المنتجين بيع سلعة أو خدمة متماثلة أو متنوعة، يستأثر كل منهما بنسبة كبيرة من الإنتاج أو الصناعة، ويؤثر بقراراته وبسياساته الإنتاجية أو التسويقية السعرية تأثيرا مباشرا في باقي المنتجين. زي إيش؟ ها، احتكار القلة، منظمة أوبك المسيطرة على إيش؟ ها، النفط. هذه تحدد الأسعار وفي نفس الوقت تؤثر على الدول المنتجة، تؤثر على الدول المنتجة. ولما يحصل هذا تحاول أنها تجتمع وتتخذ قرارات بالتوافق، بحيث إيش؟ يحددوا الإنتاج بحيث ما يحصلش انهيار للأسعار. هذا عندنا الأشكال، أشكال السوق. 1، 2، 3، 4 شكل السوق. أبقي وخصائص السوق عمود. عدد البائعين وعدد المشترين، ناقص هنا المشترين أو المستهلكين. البائعين المنتجين أو المستهلكين المشترين. في المنافسة الكاملة أو التامة عددهم كبير جدا، في المنافسة الاحتكارية عددهم كبير، في احتكار القلة عددهم قليل، في الاحتكار التام عددهم واحد. مدى تجانس السلعة في المنافسة التامة متجانسة، في المنافسة الاحتكارية غير متجانسة. احتكار القلة غير متجانسة، الاحتكار التام متجانسة. حرية الدخول والخروج من السوق بالنسبة للمنافسة التامة متوفرة، بالنسبة للمنافسة الاحتكارية صعبة. احتكار القلة صعبة جدا، الاحتكار التام غير ممكن، يعني منعدم. مدى توافر المعلومات بالنسبة للمنافسة التامة، في سوق المنافسة التامة المعلومات متوفرة، بينما سوق المنافسة الاحتكارية يعتمد على الإعلان، على الدعاية والإعلان، واحتكار القلة تعتمد على الدعاية والإعلان، بينما الاحتكار التام متوفر المعلومات. مدى التعاون بين البائعين في المنافسة التامة لا يوجد تعاون، المنافسة الاحتكارية لا يوجد تعاون، احتكار القلة يوجد تعاون، وإذا قلنا أنهم يجتمعوا ويتخذوا قرارات بالتوافق. الاحتكار التام لا ينطبق.